السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضلك يا شيخة، أنا رأيت امرأة تبكي بحرقة كده وتلطم على رأسها وخدها، فقلت لها إن ده حرام يعني، فقالت إنها فعلت الضعف، فهل يصح ذلك؟ قالت ان هي هي أنا شفت امرأة يعني تبكي بحرقة وتلطم وتخبط على رأسها يعني، فقالت إنها فعلت هذا بسبب ذنب يعني، وفعلته ب يعني تضرب على رأسها وتلطم الخدود، هل هي تلطم؟ رأيتها تلطم وتخبط على رأسها، فقالت يعني إنها تلطم كده على الوجه كده لطم. لطم وخبطت على رأسها. تستغفر لأن هذه كبيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فعليه أن تستغفر الله من هذا اللطم. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا عنه وعن الأمة إن شاء الله. وإياك الله فيك.